نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا وقل رب زدني علما.
أخص بذكري أولا لعميدي الكلية مستشارا للمؤتمر، وكذلك أشكر لرئيس القسم مسؤولا و بها أو بالرئيس يعني تذكرنا كل يوم ليلا نهارا مساء نهارا مساء صباحا، يعني تذكرنا لاستعدادي وإعدادي هذا المؤتمر المبارك. ثم كذلك أشكر لجميع هيئة التدريس يعني على تشجيعهم، وكذلك جميع المشاركين على اهتمامكم ومشاركتكم الفعالة المستمرة. ولا أنسى الباحثين الكريمين الأستاذ فارس بدر جاء من يمن، إنه يمن مسقطا للرأس، وسودانيا يعني تعلما، وإندونيسيا نشأة وتزوجا. طيب له همة كبيرة في إحياء وتنمية اللغة العربية في إندونيسيا. شكرا يا أستاذ. وكذلك للدكتور رحمني، إنه كذلك رجل مدرس له ذو همة قوية خاصة للبحوث العلمية، ما شاء الله. طيب وكذلك لجميع اللجنة المنفذة الذين بذلوا جهودهم لإنجاح هذا المؤتمر، لا يعرف ليلا لا يعرف نهارا لا يعرف صباحا، كل يوم يعني يعمل ويعمل ويعمل، ما شاء الله. طيب ولذلك أقول جزيل شكري. ثم أعتقد أن إقامة هذه البرنامج وجدتم النقصان من عملية التسجيل، وكذلك من عملية الاتصال حينما اتصلتم بنا هناك يعني الأخطاء، وكذلك من التسجيلات وغيرها. أنا بصفتي يعني رئيسا لهذه اللجنة أقول ألوف العفو على جميع الأخطاء عمدا أو غير عمد. عسى أن يكون هذا المؤتمر هذا اللقاء نافعا لنا ولكم جميعا وكذلك للمؤسسة. وندعو الله تعالى أن يتقبل ويوفق لنا أعمالنا ولكم جميعا خدمة لله وكذلك لنشر اللغة العربية في إندونيسيا المحبوبة. طيب شكرا. اكتفيت هنا، وإن وجدتم مني الأخطاء في كلامي أعتذركم من أعماق قلبي، وإلى اللقاء إن شاء الله في المؤتمر الثالث في العام المقبل الرابع. طيب المؤتمر الرابع في السنة المقبلة. شكرا. الله الموافق إلى مقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على كلمتي. الكلمة الثانية ستلقيها على مسامعنا رئيس قسم الأدب العربي بجامعة مالك الحكومية فضيلة الأستاذة هنيئة محلة الشيحة، فلتتفضل مشكورة. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه معلم البر والحسنات، أما بعد، فيا صاحب الفضيلة السيد الدكتور خالد شيخ النائب الثالث لعميد كلية الآداب
جامع المال الحكومية صاحب الفضيلة السيد الدكتور فارس بدر محمد مشوق من جامعة صنعاء يمن، والسيد الدكتور إلحامي من جامعة المال الحكومية هما الباحثان في الجلسة الرئيسية في هذا المؤتمر. أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس بقسم الأدب العربي بجامعة مالم الحكومية، الحضور الفضلاء من الباحثين والباحثات الأجلاء والمدرسين والمدرسات الكرماء والمشاركين والمشاركات الأحباء، أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في هذه المناسبة القيمة أن ألقي لكم كلمة ترحيبية بمناسبة افتتاح برنامج المؤتمر الوطني الثالث للغة العربية أو باسم كونفرنسي ناسيونال باهاسا عرب كونسبالا. وما شاء الله لقد تشرفنا وتشرفت هذه الجامعة بحضوركم، فلا نستطيع أن نعبر عما في قلوبنا من جبل الفرح والسعادة والحنان، فنقول من صميم قلوبنا أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في شبه تعليم اللغة العربية قسم الأدب العربي جامعة مالم الحكومية. أحبكم بإحساس لأن الحساس لغة الروح، وأحبكم بابتسامة لأن الابتسامة لغة الشفاه. اللهم يسر لنا أمورنا وحقق لنا أمنياتنا أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. فهذه اللحظة من اللحظات المباركة والثواني الشريفة الفاضلة نلتقي فيها وقد جئنا من مدن شتى، ونخبركم أيها السادة الأماجد بأن عدد المشاركين لهذا المؤتمر حوالي 200، يتكون من الباحثين والباحثات والمشاركين والمشاركات، وهم من 30 مؤسسة من المدارس والجامعات في إندونيسيا. وسأذكر هنا من أونيفرسيتاس نجري مالان أي من هذه الجامعة، ثم أونيفرسيتاس محمديه تانغرانغ، أونيفرسيتاس جاجاه مادا، IAIN بونوروغو، أونيدا غونتور، أونيفرسيتاس سايخونا محمد خليل بانغالان، ستاين بامكاسان، أونيفرسيتاس ترونوجويو مادورا، IAI سنان كيري بوجونغورو، Sekolah Internasional ITRISI, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Majapahit Mojokerto, UIN Raden Patah Palembang, IAIN Palangkaraya, wakadhalika Khadara Amamana Dr. Muhammad Ali Hamzah min Libya, wakadhalika Ustazah Rita min IAIN Bukit Tinggi, syukran jazil ala al-hudur. Wakadhalika huna kami MAN 3 Malang, MAN 1 Malang, MAN Bilingual Batu, MAN 2 Batu, MTS Al-Ma'arif 1 Singosari, MAN 6 Jombang, MAN 3 Jombang, MTS Al-Ulfah, MAN 3 Jember, MTSN 4 Sidoarjo, MTS Al-Multazam Mojokerto, MAN 1 Ponorogo, MAN 2 Ponorogo, SMP Pustaka Abadi Jember, SMP Al Irsyad Al Islamiyah Cirebon, SMA PP Sudirman Bekasi. Masya Allah. Hadzal adad akthar bikathir binisbah ila al-mu'tamar al-wathani fi sanah al-madiyah. Yasurruna wa tasyarrafna bi hudurikum wa khususan bi huduri ustadina al-fadil al-doktor Faris Badar al-Mashuk من اليمن. شكرا جزيلا على الحضور لدعوتنا، ولقد نورتم هذه القاعة، وكذلك بحضور الأساتذة الكرام. أيها السادة، لقد اجتمعنا في هذه الجامعة العريضة لأجل تبادل الآراء والأخذ والعطاء
حول تعليم اللغة العربية الشريفة وعلومها وأدبها. فحضوركم أيها السادة شرف لنا وسر فرحنا. أيها الحفل الكريم، إن هذا الملتقى العلمي محاولة هذا القسم على المساهمة الإيجابية في مجال التعليم، فالتعليم يحرس البلاد أفضل من جيش منظم. التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكننا استخدامه لتغيير العالم، ولاسيما تعليم اللغة العربية، اللغة التي تفوق سائر اللغات رونقا ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. اللغة إذا وقعت على أسماعنا كانت بردا على الأكباد. ما شاء الله نعتز بهذه اللغة الشريفة. أيها السادة الأماجد، إن محاور المؤتمر تتركز على تعليم اللغة العربية والإبداع فيه وبحث علومها وأدبها حتى ازدادت معارفنا اللغوية وكفاءتنا في التعليم المثمر، وازداد بعد ذلك إن شاء الله ازدهار وتقدم تعليم اللغة العربية في جميع المستويات في إندونيسيا من المدارس إلى الجامعات، وسينقلب إن شاء الله دورنا من الضعف إلى القوة ومن التبعية إلى الريادة ومن التخلف إلى التنمية، ثم يزيد ويزيد حبنا وحماستنا في تعليم اللغة العربية. إن التعليم هو جواز سفرنا للمستقبل، لأن الغد ملك لأولئك الذين يعدون له اليوم. ونخبركم كذلك أيها السادة بأن عندنا كذلك في الأسبوع المقبل هناك الندوة العلمية الوطنية خاصة للطلبة باسم سمينار ناسيونال بهذا العرب مهاسيسوا، وسوف يكون المتحدث الرئيسي أستاذنا الحبيب أستاذ أحمد فؤاد أفندي وأستاذ فيصل محمود آدم من السودان. ونخبركم أيها السادة بأن أستاذ أحمد فؤاد أفندي هو عميد لهذه الكلية سابقا، وكذلك خطرته مؤسس ورئيس اتحاد مدرس للغة العربية سابقا، واليوم الرئيس الاتحاد هو فضيلته الأستاذ الدكتور إمام أسراني. ونطلب من فضيلكما القيام. تفضل. هذا أستاذنا أحمد فؤاد أفندي وكذلك أستاذ إمام أسراني. إذن هما من هذا القسم اسم الأدب العربي جامعة مالك الحكومية. شكرا جزيلا على الحضور. وكذلك أستاذنا أستاذ أحمد فؤاد أفندي هو من مجلس الأمناء لخدمة اللغة العربية. إذن المجلس الأمناء هنا على المستوى الدولي دان المركز الملك السعود برياض. مرة أخرى شكرا جزيلا على الحضور. أيها الجمع الكريم، نشتاق دائما لمثل هذا اللقاء، فنرجو منكم الحضور في الملتقى العلمي الوطني الرابع في السنة المقبلة، ونتمنى أن يكون معكم أصحابكم الأفاضل من مدينتكم، إما من المدرسة نفسها وإما من المدارس والجامعات المجاورة بمدينتكم. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الجلسة القيمة أقدم جزيل الشكر والتقدير أولا لسيد الدكتور خالد سين النائب الثالث لعميد كلية الآداب على تفضله لافتتاح هذا المؤتمر رسميا، وثانيا لفضيلة السيد الدكتور فارس بدر مشروب من جامعة يمن، وسيد الدكتور إرحمني على تفضلكما بأن تكونا باحثين في المحور الرئيسي. والشكر الجزيل لجميع الباحثين والباحثات من الجامعات والمدارس على تفضلكم بتقديم الورقة البحثية
في هذا الملتقى الوطني. والشكر الجزيل كذلك لا أنسى للمشتركين والمشتركات ومشاركين ومشاركات لهذا الملتقى الوطني، شكرا على الحضور والمشاركة الفعالة. وفي الختام لا أنسى كذلك أن أشكر شكرا جزيلا لحضور الأساتذة الكرام وخاصة من شعبة تعليم اللغة العربية الفضيلة أستاذ مهيبان وكذلك أستاذ علي معصوم وأستاذ ابنو سمسن هدى وكذلك أستاذ واهب وأستاذ ألفان وأستاذ فارس خير الأنام وكذلك أستاذ فوزان وأستاذة نور أنسة رضوان إذنكم مدرسون والمدرسات في هذه الشعبة. أتقدم بجزيل الشكر الجزيل لكفاءة الزملاء أعضاء هيئة اللجنة يقودها السيد محمد أحسن الدين، شكرا على الجهود المبذولة المتميزة في إنجاح هذا المؤتمر الوطني. فإن شاء الله سيقام المؤتمر الرابع في السنة المقبلة في نفس الشهر تأكيدا على اهتمام القسم بتعليم اللغة العربية، لأن هذه اللغة هي المقياس الحقيقي لتطور الوعي الفكري والعلمي والثقافي للأمة. أيها السادة الأماجد، أسأل الله تعالى أن يحقق بهذا المؤتمر التوفيق والسداد، أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الثالثة سيلقيها على مسامعنا الوكيل الثالث لعميد كلية الآداب بجامعة مالان الحكومية، فضيلة السيد الدكتور خالص الماجستير، فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. وبعد، حضرة المكرمين، الحضور الكرام، وخاصة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس في جامعة مالان الحكومية، ونخص بالذكر السيد الدكتور فارس بدر الذي جاء من جامعة صنعاء في اليمن، والأستاذ إرحامي الذي يقوم مقدما للمقال في هذا اليوم، والأساتذة الأخرى الكرماء وجميع الحضور الكرام. فكلمات طويلة من رئيس اللجنة، وكلمات طويلة نافعة من رئيسة القسم، فما علي إلا أن أقول كلامي كما قاله هما. فوكيلا للعميد أنا أفيدكم بأن هذه الجامعة تتكون من 8 كليات، منها كلية الآداب، وفي هذه الكلية أقسام: قسم اللغة الإندونيسية، وقسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة العربية، واللغة الألمانية والصينية، ثم قسم الفنون. والعميد تريد أن يكون في كل سنة مؤتمر على المستوى القومي، على المستوى الوطني، في كل أقسام، في كل قسم. فلذلك هذا المؤتمر يكون إجابة لطلب العميد. وأنا كالعميد أشكركم شكرا جزيلا، أولا للجنة
الذي قد أعد ونقد هذا المؤتمر إعدادا كاملا. ولي جميع المدرسين والمدرسات في قسم الأدب العربي على مساهمته وعلى إشرافاته لجميع الطلاب وللمتكلمين الكريمين ولكم جميعا جزيل الشكر. فمن سمات التقدم العلمي الثقافي أن يكون هناك تبادل الأفكار والآراء بين المؤهلين والمهتمين فيه، فحضوركم هنا دليل على أنكم محبو العربية ومن يريد أن يقدم تعليم العربية في هذا الأرحبيل الخضراء. فأرجو أن يكون مساهمتكم ومشاركتكم في هذا المؤتمر نافئا لكم ولجميع طلابكم ولجميع جامعاتكم ومدرسي ومدارسكم جميعا ولنا ولكم جميعا كالمهتمين ومحبي اللغة العربية في العالم. هذا مني، وإجابة لطلب اللجنة هيا نفتتح هذا المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على كلمتي. ننتقل الآن إلى نهاية الفقرات وهي الدعاء. وقبل قراءة الدعاء، نحن بصفتنا رئيسين هذه الجلسة نطلب منكم العفو والعذر على زلات لساننا وعثرات كلامنا، ونختتم برنامجنا بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شكرا على حسن اهتمامكم، وأخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسيادة الأستاذ مهيبان بقراءة الدعاء فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الكرام، نتحيل إلى الله بالدعاء لنجاح هذا البرنامج. لهذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الاقتصاد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا علينا في سكرات الموت ونجاتك من هذا الموت وفرحة الأسد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا قد لنا مما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واحلف علينا بما فيكتبنا لك بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفقرة التالية وهي التسليه. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Budaya Al-Karumi jurusan Sastra Arab yang akan membawakan tarian Saman dari Aceh. Thank you.
Thank you.
Thank you.